die anderen können wir das Eis holen. Ich berichte, die anderen berichten wollen. قبل ما تكون كده انت في اخر سنه ولا تطلع بره اي حاجه. تقول لها فاضل لك شهرين ثلاثه وتبقى مهندس. يعني انت لو كنت في اعدادي هقول لك ماشي انت لسه جاي من ثانويه عامه طازه كده لسه ايه فريش مش فاهم اي حاجه في الدنيا فهقول لك اعدادي لكن انت كبير المفروض انت راجل كبير. هتبتدي تقول لي نفس الشغل احنا عملناه قبل كده هو هو نفسه بالظبط. تمام؟ اخش اول حاجه الانفايرمنت ديفاين اعرف الماتيريال، الماتيريال برضو هنا عندي الخرسانه بتاعتنا الماتيريال الحوض بتاعتنا دي حوض خرسانه مديني المودرس اوف الاستيستي عباره عن 22 في 10 اس 4 ميجا باسكال. تمام؟ مديني المودرس اوف الاستيستي 22 في 10 اس 4 ميجا باسكال. فتيجي تختار من هنا تقول لي دي موديفاي انا هسميها هنا ار سي اختار هنا دي نيوتن ميلي اقول له هنا 22 4 اصفار وارجعها هنا بعد كده الضرب متر اقول له هنا اوكي تمام كده هتيجي تخش بعد كده انا عندي هنا عباره عن مين ايلمنت الموجوده هل عندي فريم ايلمنت؟ فريم لا الخزان ده عباره عن مين؟ عباره عن بلاطات خرسانيه. تمام؟ الخزان عباره عن بلاطات خرسانيه. فابتدي اقول له ان هي دي عباره عن ايه؟ اريا سيكشن. اد نيو انا عندي هنا اس مدي لك السيكنس بتاعي عباره عن 25 سم وقال لك هنا ان السيكنس بتاع الفلور هو هو نفس السيكنس بتاع الوول فعندي الخزان كله ابعاد 25 سم. فتبتدي تعرفني هنا اس 25 تطلع اي لون وهتيجي هنا تقول لي دي 25 دي 25 بس خلي بالك من حاجه ان الشيل بتاعتنا هنا شيل ايه؟ السجن الشيل تخينه شويه تمام البلاطه دي بلاطه سميكه شويه فبتدي نعرف انها شيل سجن هو قايل له هنا اوكي تمام الخطوه اللي بعد كده هتقول لي هنا فايل ديفايند هتفضل ماشي مع الديفايند انا عندي هنا حاجه اسمها ايه؟ لود باتر ممكن نخلي السيلف ويب بزيرو لو انا قلت لك الديد لود وزاوت سيلف ويب او ويز سيلف ويب يعني لو قلت لك ان الديد لود الموجود هنا بالسيلف ويب او نخليها بواحد علشان ما نحسبش الاون ويب بتاع البلاطات دي علشان ما نحسبش الاون ويب بتاع البلاطات دي صح تمام؟ فاحنا هنا ممكن نخليها بواحد علشان انا مش مدي لك اي احمال الديد لود هنا. تمام كده؟ تمام فنخليها بواحد زي ما هي، ونقول لهم قايلين اوكي. مش هنعرفها. خلي بالك من حاجه، انا عندي هنا حاله تحميل اسمها ايه؟ ديد لود، دي متمثله في الفلور كفر اللي موجود على البلاطات. موجود الاون واي بتاع البلاطات، وانا مش عايز احسبه، انا هخلي البرنامج هو اللي يحسب. تمام؟ طيب، علشان البرنامج هو اللي هيحسب في حاجه كده هنصلحها دلوقتي. عشان البرنامج هو اللي هيحسب، فقبل ما نعمل الجزئيه دي، تعالى كده نطلع الفايل. على الماتيريال وعلى الخرسانه واللي موديفاي واليونت ويت ده هنخليه بكام؟ خليها ب 2 ونص دي اللي انت شغال بيها على طول هي ال 25 بتاعتك. اذا انا شغال بالطن متر بالطن ومتر يبقى الجامعه بتاعتنا ب 2 ونص طن على المتر تجريبي. الكلام ده في مشكله؟ بحيث لما يجي يحسب لون ويت يحسبه بالارقام بتاعتك اللي انت بتحسب بيها. فتقوم قايل له اوكي. 25 جنيه من الجوهر بتاع الكونكريت. تمام كده؟ انت مش بتحسبها 25 كيلو نيوتن على المتر، احنا قريب الطن، كانها فدي تقول لي ديفاين تفرق طيب في حاجه هي 2 متر 4 يعني عشان يبقى الرقم قريب من الرقم بتاعك، هي هتبقى فرق بسيط او مش كبير. هتيجي تقول لي لود باتر كده عرفنا ده اللود، قلت له السيلف ويت مالتبلاير هتخليه بواحد انا عايزك تحسب انت تقول ويت. هاجي اقول له بعد كده انا عندي احمال ثانيه، الاحمال الموجوده عندي عباره عن مين؟ عندي ووتر وعندي ايرث بريشر وعندي سويل تمام؟ فتقول له انا عندي حمض اسمه ووتر ووتر بريشر تقول له دبليو بي مثلا التايب بتاعه اسمه ايه؟ أطول. لو انت بصيت هنا هتلاقي ديد لايف ايرث كواك ويند اذر وفي مور لو انت ضغطت على المور كده انزل تحت كده شويه هتلاقي حاجه اسمها مكتوبه ايه ووتر بريشر بتاعك
لا حاجه اسمها هنا ايه؟ ووتر بريشر. هو اضغط على الووتر بريشر، هو قال له ايه؟ قال لي يبقى انا حطيت حمل الميه. طب عندي تربه، فابتدي اقول له والله المره دي انا عندي اير بريشر، عندي اير بريشر. هتيجي تختار هنا ايه؟ برضه تيجي تبص كده هتلاقي في حاجه اسمها هنا اير بريشر هوريزونتال او هوريزونتال اير بريشر. لو انت بصيت كده هتلاقي حاجه اسمها ايه؟ بص كده دي مكتوبه ايه هنا؟ هوريزونتال اير بريشر. وفي هنا فيرتيكال اير بريشر. انا البريشر بتاعي هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ هوريزونتال. هو مختار هوريزونتال اير بريشر. هو قايل له قال لي تمام كده؟ هو قايل له اوكي. تخش بعد كده على الكومبينيشن، ممكن اقول له قايل نيو كومبو. انا عايز اعمل حاله اسمها ديد لود زائد الووتر بريشر. دي حاجه تمام. المالتي بلاير عندي بواحد، ومختار هنا ووتر بريشر برضه بواحد. هم قايل له هنا ايه؟ اوكي دي الحاله الاولانيه عملتها هي عباره عن مين؟ الديد لود والووتر بريشر. اقول له اد يو المره دي عايز ديد لود زائد الايرث بريشر. هم قايل له اد، اجي هنا اقول الايرث بريشر اد. هم قايل له اوكي دي حاله التحميل اللي انا عايزها تمام كده؟ طب بعد ما خلصت حاله التحميل، هل القايمه الديفاين محتاج منها حاجه تاني؟ لا، تعال نرسم، تعال نرسم. انت هتقول ايه اللي هنا؟ ايه الجريد؟ هتقول لي موديفاي. هتيجي هنا بالسبيسنج في اتجاه اكس عندي كام جريد لاين؟ كام اكس؟ مين؟ المسافه بتاعتي عند الخزان عباره عن كام اتجاه؟ في الاتجاه ده كام؟ 6 متر. 6 متر تمام؟ في الاتجاه ده 6 متر، فتقول لي هنا عباره عن مين؟ 6 وبعد كده انتر 6 انتر 0 في اتجاه واي. في اتجاه واي 2.5 واي عباره عن كام؟ 2.5 و3 4 متر. لما دي في اتجاه زد، لو انت بصيت هنا على المسافه بتاعتنا ده اتجاه اكس واي، وهنا ده اتجاه مين؟ اكس زد. الاليفيشن اكس زد. فتقول لي عندي في اتجاه واي المسافه قد ايه؟ جريد لاين المسافه بتاعتهم قد ايه؟ 4 4 4 انتر 0 انتر في اتجاه زد. من عندي قد ايه؟ 2.5. هل 2.5 ده تبع المنشا ولا دي الميه؟ دي الميه بس. دي الميه تمام؟ دي الميه. فابتدي اقول لك لا انا مش عايز الميه، عايز المنشا كله 3. انا عايز المنشا من الاول تحت لحد فوق. كام؟ 3 متر. تقول لي 3 انتر 0 انتر. هنخلي دي بنص. ما مش اساسا عشان مش حاطين هنا اي دي لاي حاجه. وبعدين شباب هتقول له اوكي. تعال بص على 3 دي. ده شكل الجريد لاينز اللي احنا رسمناها تمام كده؟ طيب انا عايز ارسم بعد كده السلابس اللي هنا، عايز ارسم البلاطات اللي هنا. فتيجي تقول لي والله في الاكس واي، في الاكس واي عند زد بكام؟ حتى لو تقدر تصمم عليه كفر على لو انا عايز احط كفر احط كفر. في الاكس واي هنا بصيت هنا على الزد هنا، بص كده 3 ده 3 دي. انا عايز احط الفلور هنا تحت، عايز احط الفلور تحت. تيجي تقول لي هنا في الاكس واي عايز اكس واي بلان، وهبتدي اروح عند زد بكام؟ بزيرو. بزيرو عند زد بزيرو. وهتيجي هنا كويك اريا، كويك اريا الاس بتاعتنا بكام؟ 25. اقوم طبعا كده كليك اهي تمام؟ طيب عايز ارسم الحيطه اللي بعد كده، بص كده على 3 دي. عايز ارسم الحيطه اللي هنا والحيطه اللي هنا. طب بينهم ايه تاني اتجاه؟ بص كده انا هحاول دي اكس ومين؟ زد. وزد هتروح قايل لي انا عايز عند مين؟ اكس زد. طب عند واي بكام؟ عند واي بزيرو عامل كليك. عايز اروح عند المستوى الثاني او الحته الثانيه، هتروح عند السهم اللي اتحرك كده وتقوم عامل هنا كليك. بص كده على السرير بتاعك رسمت مين؟ رسمت الحته دي والحته دي. عندك مشكله؟ عايز ارسم الحته اللي هنا والحته اللي هنا. دول هم الاتجاه واي زد زد واي. نرسمها في السرير دي نعم؟ هنسيبها في السرير عشان مش شايفين. تيجي تقول لي هنا دي زد واي
اعمل كليك كده اروح عند الثانيه واعمل كليك كده دو ما ال سكيل. لو قلنا مثلا بالفيل اوبجكت عشان نشوف شكل الخزان اترسم ولا لا، بص كده في 3 دي ده شكل الخزان بتاعنا ازاي. تمام تاني تاني احنا كنا عملنا عايز ارسم الحيطه دي وعايز ارسم الحيطه دي. طب دول موجودين في انهي بلان؟ موجودين في واي زد. اروح اختار بلان واي زد واروح ارسم في الحيطه دي كده، هعمل كليك هنا الاريا دي وبعد كده اتحرك بالسهم. هو هيكتب لك هنا عند اكس بكام؟ اكس بصفر. انا عايز ارسم الحيطه الثانيه عند اكس بكام؟ عند الاكس بستة. تمام؟ فتقوم قايل لي تروح على الحيطه الثانيه وتعمل كليك برضه، هتلاقي نفسك رسمت الشكل بتاعك بالشكل اللي قدامنا ده. هنرجعها الشاشه بتاعتنا العاديه عشان في جزئيه عايزين نبينها. ده البلاطه اللي انت رسمتها، ده البلاطه اللي انت رسمتها. لو انت بصيت كده هتلاقي ايه؟ الحيطه من هنا، البلاطه من هنا مرسومه فين؟ ده ظهر البلاطه. تمام؟ ده ظهر البلاطه، الوش بتاع البلاطه متلون باللون الاحمر. الوش بتاع البلاطه منور باللون الاحمر. فهنا دي ظهرها وده الوش وده الظهر من هنا والوش جوه. تمام؟ فانا عندي كل الخزان من جوه ايه؟ ده الوش، الحيطه اللي هنا دي زهرة وشها جوه، اما الحتتين دول ظاهرين بمين؟ ظاهرين بظهرهم. طب ايه الفرق او ايه اللي هيحصل هنا؟ هو الضغط بتاع الميه مش عباره عن مثلث على الحيطه دي، مثلث على الحيطه دي، مثلث على الحيطه دي. تمام؟ طب الاتجاه بتاعه في انهي اتجاه؟ هل الاتجاه اللي هنا زي اللي هنا زي اللي هنا؟ لا، انا عايز اوحد الاتجاه. تمام؟ طب هل الاتجاه لما اجي ادخل الووتر بريشر هنا هدخله بالموجب ولا بالسالب؟ لا طب دخلت بالسالب عشان هو بالعكس. بالظبط، لان هنا لو بصيت كده لو انا عرضت اللوكال اكسس، بص انا اللوكال اكسس في الاريا، بص كده الاتجاهات فين، بص الاتجاهات فين. لو اجي ادخلها هنا في على الحيطه دي واقول له الووتر بريشر رايح في الاتجاه ده، ده اتجاه موجب ولا سالب؟ سالب. ها؟ المحور اللبني اتجاه موجب ولا سالب؟ موجب. موجب. طبعا الناحيه دي لو انا الووتر بريشر كده سالب، ما انا عندي حيطه فيها الووتر بريشر هيبقى بالسالب وحيطه هيكون الووتر بريشر فيها بالموجب. طب علشان تحل القصه دي تدخل الووتر بريشر كل مره واحده بالموجب، تعمل ايه؟ تغير المحاور، عايز المحور ثلاثه يروح فين؟ يبقى ورا. تمام؟ بمعنى ادق انا عايز البلاطه من جوه تكون كلها بانهي وش؟ بالظهر بتاعها. عايز البلاطه جوه الخزان تبقى بانهي اتجاه؟ بالظهر بتاعها. يعني البلاطه كلها من جوه تبقى بلون مين؟ بلون الموف ده. تمام؟ طب ليه تختار البلاطه دي؟ دي اللي معكوسه صح؟ اه. والبلاطه اللي هنا دي معلوله، اما البلاطه دي معكوسه. تمام؟ والبلاطه اللي في الارضيه برضه معكوسه. ودوب راح هنا فين؟ على الصايد. اريا وحاجه اسمها ايه؟ لوكال اكس. ريفرس لوكال اكس او ريفرس لوكال ثلاثه. تمام؟ ريفرس لوكال ثلاثه اللي هو تعمل ايه؟ انا عايز اعكس لوكال ثلاثه ده. اللي هو المحور اللبني. تمام؟ اللي هو المحور اللبني. لما اضغط عليها هيظهر لي الويندو اللي قدامك دي. انت عايز تعكس المحور بس هتخلي مين في مكانه؟ الجلوبال اكس زي ما هي. تمام؟ انا عايز اغير بس اللوك. فهتسيب العلامه اللي موجوده فوق. قال لك كيف اساينمنت سيم جلوبال كوردينيتس، يعني نفس الجلوبال كوردينيت هي ثابته، انا مش عايز اغيرها. انا عايز اغير اللوكال اكسس بس. تمام؟ لو ضغطت له اوكي بالشكل ده اما قلب لي كل اللوكال اكسس خلاها بره. بص على السلاب بتاعتك او على الخزان كله متلون من جوه بانهي لون؟ باللون الموف بتاعه. الكلام ده فيه مشكله؟ فلما تيجي تحط البريشر او الووتر بريشر هيظهر لك كله في انهي اتجاه؟ كله موجب. الكلام ده واضح؟ مهندس هو كان حاجه عندنا اللوكال اكسس 3 ان البلاطه كلها ان اللوكال اكسس 3 هو المحور اللبني ده. عشان كلها تبقى في نفس الاتجاه، لما اجي اقول له الووتر بريشر بموجب يبقى احط له الووتر بريشر من جوه لبره. الكلام كده واضح؟ تاني اللي احنا عملناه علمت على البلاطات اللي كانت معكوسه. لو انا عملت رجعت اهو علمت على البلاطه دي اللي هي الحمراء دي والبلاطه الحمراء دي، ولو رحت كده لفيت هلاقي البلاطه دي كمان لونها احمر. هتقول لي الصايد تاني ريفرس لوكال ثلاثه، هتسيبها زي ما هي متعلمه في الاولانيه، تقول له اوكي قلبها لك بالشكل ده كده. الكلام ده في مشكله؟ لا. ده بالنسبه للبلاطات. ده بالنسبه للبلاطات. طب
طب تعالى معانا كده، انا كده رسمت المنشا بتاعي، ده المنشا بتاعي، انا عايز بعد كده احط فيه حمل ميه مثلث هنا، حمل ميه مثلث هنا، وحمل ميه مثلث هنا، احطهم ازاي دول؟ هتبقى الساين لود، اريا لود. والله هو قال لك ان الحمل بتاعك حمل مثلث. الحمل بتاعنا حمل مثلث، زي اللي احنا راسمينه على السطوره ده. تمام؟ فانا عايز افهم ان الحمل اللي هدخله اللي هحطه هنا، ان الحمل ده شكله مثلث. الحمل ده شكله مثلث، طيب. بتعمل ايه انت هنا؟ السبب بيقول لك ايه؟ عشان تفكر حمل مثلث على اريا لازم تعرفه ان النقط مثلا انا عايز ادخل نقطه هنا قيمتها بكام؟ بزيرو. عايز ادخل نقطه هنا قيمتها بكام؟ بالحمل ده. اللي هي قيمه مين؟ جوه في الاتش. تمام؟ عايز ادخل مثلا نقطه هنا في نص الاسبان قيمتها كام؟ قيمتها الجزء اللي هنا ده. تمام كده؟ عايز ادخل مثلا نقطه هنا، النقطه اللي هنا دي في المرادف يكون الحمل عندها بكام؟ اللود اللي هنا ده. تمام؟ فكانك بالظبط بتعمل سكيل بالشكل ده كده. كانك بالظبط بتعمل سكيل بالشكل ده. انا عايز ارسم خط، ده مثلا الحته بتاعتك، وعندي عند النقطه دي اللود بزيرو، عند النقطه دي فيها رقم، النقطه دي فيها رقم، النقطه دي الماكسيمم موفويد. المهم هو رسمهم لك وموصل ما بينهم، فهو عامل لك الخط بالشكل ده كده. تمام؟ طب هعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق ان انا بعرفه النقط اللي هبتدي احط عليها الموتر اريا او الموتر بريشر، انا بعرفه النقط دي بمعادله. تمام؟ انا بعرفه النقط دي بمعادله. يعني ايه؟ بنعمل معادله كده، بنعمل معادله عباره عن الفاليو بتساوي a في الاكس زائد b في الواي زائد c في الزد زائد d. تمام؟ ما تبقاش تحفظها، انا هوريها لك مكتوبه قدامي. الفاليو دي عباره عن مين؟ عباره عن الماكسيموم فاليو، عباره عن الووتر بريشر. عباره عن الووتر بريشر. تمام كده؟ طيب. الاي دي عباره عن مين؟ ده عباره عن فاكتور انت بتضربه في الاحداث بتاع اكس، يعني انت مثلا عايز تروح للنقطه دي. عايز تروح للنقطه دي. تمام؟ الاكس والواي بتاعت النقطه دي بكام؟ ليها احداث انها النقطه دي اكس واي وزد، مش النقطه دي ليها اكس واي وزد؟ تمام كده؟ تمام؟ فهو بيقول لك انا هضرب كام في الاكس عشان يديني قيمه الفاليو بتاعت البريشر، وهضرب كام في الاحداث بتاع الواي عشان يديني القيمه بتاعت البريشر، وهضرب كام في زد عشان يديني القيمه بتاعت البريشر، زائد السبب الثابت ده اللي هو اسمه دي. تمام؟ فانت كانك بالظبط بتعمل الرسمه دي معادله. بتدخله على السلاب، انا بعمل له معادله. بحيث ان هو هيجي عند النقطه دي كده، انا هجيب له قيمه الثابت A والثابت B والثابت C والثابت D. كل اللي بيحصل ان هو بيروح عند النقطه دي احداثياتها كام؟ الاكس واي والزد بتاعتها بكام؟ يقوم معوض عنهم في المعادله، يقوم قايل لك البريشر هنا بكذا. الكلام ده مفهوم؟ هاجي اقول مثلا عند النقطه اللي هنا الاكس واي والزد بتاعتهم بكام؟ ال A وال B وال C دول ثوابت، انت هتطلعهم ولا هتطلعهم ازاي دلوقتي؟ تمام؟ بتيجي تحسب الاكس واي والزد بتوع النقطة دي. فأنت مجرد بس أنت دخلت له معادلة على الحيطة دي كده، المعادلة بتاعتنا جاهزة. أي نقطة موجودة على الحيطة دي ليها إكس واي وزد مع قيم الثوابت اللي أنت مدخلها، هتكون ممثل لك شكل المثلث ده بتاع البريشر بتاع الماية. الكلام ده مفهوم؟ الكلام ده مفهوم؟ طب هعمل المثلث ده إزاي؟ أو هجيب المعادلة دي منين؟ دي بنسميها حاجة اسمها جوينت باترن. النقط اللي هيكون عليها حمل بتاع الميه بحطهم كلهم في حاجه اسمها الجوينت باتر. تمام؟ ايه الجوينت باتر ده؟ دي مجموعه النقط اللي هحط لها المعادله بتاعت الووتر دي. دي مجموعه النقط اللي هحط لها المعادله بتاعت الووتر. تمام؟ طب فهبتدي اقول له والله انا عايز اعرف معادله لجوينت باتر لنقط هتكون شايله حمل الميه. بروح اعرفه الجوينت باتر خاصه بحمل مين؟ الميه. الميه. طب عند سويل، عشان عندي ووتر، انا سويل بريشر في الناحيه الثانيه دي. ما هي دي برضه مثلث موجود على الاريا. فهبتدي برضه اعرف له مجموعه النقط اللي هنا دي، بس المره دي بمعادله جديده، المعادله دي خاصه بمين؟ بالسويل، خاصه بالتربه. الكلام ده مفهوم؟ يبقى انا هاجي اعرفه ان النقط اللي موجوده على السلاب او على الحيطه في الاتجاه ده، تمام؟ اسمها مثلا جوينت باتر بتاعت السويل. فهبتدي اقول والله انا عايز ادخل الارث بريشر في المنطقه دي، فهبتدي اتعامل مع المعادله دي بتاعت السويل. تمام؟ الكلام واضح؟ طيب ده اللي انا هعمله، ده اللي انا هعمله. طب الثوابت دي هجيبها منين؟
القصه كلها بتاعتك بتبقى موجوده في السواد دي. طيب ايه وبي وسي ودي دول هجيبهم منين والطيب دي هجيبها منين؟ لو انا بتكلم عن ووتر، بتكلم عن ووتر بريشر على حده ميه، هل حمل الميه عندك فاكتور في الاكس والواي؟ يعني بتغير على الاكس والواي؟ حمل الميه اللي رايح للحته دي بيتغير باتجاه الاكس والواي ولا الاكس والواي دول ثابتين؟ ثابتين صح؟ الاكس والواي ما لهمش دعوه، امال مين اللي بيغير حمل الميه؟ الزد مش الووتر بريشر كل ما بتنزل بيزيد. يبقى مين المؤثر عندك؟ الزد صح كده؟ يبقى انا مبدئيا الاكس والواي في حاله الووتر بريشر ايه؟ عايز الدندين دول بكام؟ بزيرو. الكلام ده مظبوط؟ انا عايز الدندين دول بيطلعوا بكام؟ بزيرو. فتقول لي ان الفاكتور بتاعك اللي هو A وال B دول قيمتهم بكام؟ صفر. الكلام ده في مشكلة؟ فيجي عند النقطة دي مثلا، عند النقطة دي هل ليها X وZ X وY هيفرقوا معايا في حاجة؟ لا، فالقيمة بتاعتهم بكام؟ صفر. الكلام ده في مشكلة؟ طيب اقصى قيمه للبريشر يبقى المعادله بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن الفاليو بتساوي السي في الزد زائد الجي. الكلام ده فيه مشكله؟ طب ده ثابت ما فيهوش اكس ولا واي، ما قدرتش انا اقول لك ان ده مش متغير، لا ده موجود عندك لازم تجيب قيمته بكام. طب ده الزد، هل تعرف تقول ان الزد هنا يساوي صفر؟ لا ده متغير عندك، ده اللي بيغير في القيمه. طب اجيبهم منين دول؟ مش انت هنا في الووتر بريشر بتعرف الرقم ده؟ تعرف الرقم ده؟ هنا البريشر بكام؟ الفاليو هنا بكام؟ بزيرو. الفاليو هنا بكام؟ جامب وانا عند جامب اوتر في اتش صح كده؟ يبقى انا عندي الدبتين الفاليو. الكلام ده في مشكله؟ اه. عند الفاليو بصفر الزد بكام؟ عند الفاليو بصفر الزد هنا بكام؟ 2.5. 2.5 تمام كده؟ طب عند الفاليو هنا بالجامب في اتش الزد بكام؟ بزيرو. يعني انا اقدر اقول لك اد فاليو بتساوي جاما في اتش الزد بكام؟ بصفر. تعرف تخش المعادله تطلع لك قيمه السي والدي، هتقول لي دي بكام؟ الجاما في الاتش بتساوي سي في زيرو زائد مين؟ زائد الدي. طلعت من هنا الدي ولا ما طلعتهاش؟ طلعت الدي صح كده؟ كلام في مشكله. طب الجاما في الاتش عندنا بكام؟ الجامعة بتاعت المية بواحد والاتش بكام؟ 2.5. يبقى دي عندنا بكام؟ 2.5. كان عندك مشكلة؟ خلي بالك من حاجة، قيمة الفاليو اللي أنا بعوض عنها هنا موجب ولا سالب؟ قيمة البريشر هنا موجب ولا سالب؟ لما نيجي ندخلها له على السالب هتبقى موجب ولا سالب؟ موجب. أنا حطيت اللوجا الأكس الثلاثة فين؟ بره الاتجاه ده. يعني في مشكلة؟ طيب عايز احسب السي، اجيب السي منين؟ هتحط الزد ب 2.5. ما انا خلاص عندي الدي بكام؟ ب 2.5. هتقول لي اد الفاليو بتاعتك لما بتساوي ايه؟ صفر. الزد بكام؟ والدي عندنا بكام؟ ب 2.5. يبقى تقول لي صفر بيساوي سي في 2.5 زائد 2.5 يعني سي تطلع بكام؟ سالب 1 ناقص 1. الكلام ده في مشكله؟ في حد مش فاهم الكلام ده؟ تعال نشوف الكلام ده هدخله ازاي وهوصفه ازاي. تعال نشوف الكلام ده هوصفه ازاي وبعد كده نتكلم عن الصوره. كل اللي بيحصل عندنا هنا انت هتيجي تقول لي انا قايمه في 5 انا عايز دلوقتي اعرف جوينت بازر، عايز اعرف معادله، المعادله دي هدخل على اساسها الحمل بتاع المايه. فتيجي تقول لي هنا من فاينل ديفاين حاجه اسمها جوينت بازر هنا. من فاينل ديفاين حاجه اسمها ايه؟ جوينت بازر. تمام؟ لما هضغط عليها بالشكل ده هيطلع لي حاجه بالشكل قدامك. دي عباره عن ايه؟ دي ما هي الا عباره ان انا بعرف حاجه اسمها بس مجموعه نقط تبع الووتر. تمام؟ فبدلها اسم. بدلها اسم. فهتيجي هنا من القايمه تجي لك الباترنز نيم دي وتقوم تسميها ايه؟ ووتر بريشر بس. وتقوم قايل له اد نيو. تمام؟ عندي بس سويل فهتيجي تعرف ايه؟
اير سيبريشن تقول اي بي وتقول له اد يو، يبقى انا عرفت معادلتين، عرفت معادلتين. الكلام ده في مشكله بس هو قال اوكي. هتيجي تعرف بعد كده تختار لي كل المنشأ بالشكل ده. هبتدي اختار كل المنشأ بنعمل سيلكت اون. هو بقى جاوب له ايه؟ اساين حاجه اسمها ايه؟ جوينت باترن. جوينت باترن هيقوم مطلع لي الشكل اللي قدامك ده. انا عايز احط المعادله بتاعت مين؟ بتاعت الووتر بريشر. فدي تقول الباترنز بتاعتك مين؟ اسمها ايه؟ اسمها ووتر بريشر. تمام؟ اسمها ووتر بريشر. عايز المعادلات بتاعت الووتر بريشر. الاب 0 والبي 0. قال لك الكلام بتاعتنا هنا بايه؟ الاب كام والبي كام والسي كام والدي كام؟ الاب 0 والبي 0. الاب 0 والبي 0 والسي كام؟ فرق واحد ناقص واحد. 2 ونص. الدي عندنا بكام؟ 2 ونص. 2 ونص. طب في الحل بتاع المعادله هل انت عايز يطلع لك المعادله دي بقيم سالب؟ لا انا عايز البريشر كله يطلع لي بالموجب. فتيجي تقول له هنا ايه؟ زيرو نيجاتيف فاليوز. زيرو نيجاتيف فاليوز، اي رقم بالسالب حطه لي بصفر. تمام كده؟ اي بريشر طلع لك بالسالب حطه لي بصفر. وتقوم قايل له هنا ايه؟ ريبليس. وتقوم قايل له اوكي. يبقى انا كده حددت له البريشر اللي موجود هنا. لو انا عايز اعرف البريشر فهتيجي تقول لي والله هعمل سيلكشن كده تاني، سيلكت اول، والمره دي هو قايل له اسايد، بس انا عايز ادخل اللود. انا دلوقتي عملت له المعادله، انا عايز اعرفه ان المعادله دي خاصه بحمل اسمه ايه؟ ووتر بريشر. فهتيجي تقول لي اسايد اريا لود، اريا لود. ولو جيت قلت لي يورفور ميشيل، يورفور ميشيل ده عباره عن ايه؟ حمل موزع منتظم، يبقى راسي من فوق لتحت. تمام؟ لكن انا عايز احط حبل على اريا، فتقول لي عباره عن ايه؟ سيرفيس بريشر، عايز احط ضغط، فتقول لي سيرفيس بريشر. تمام؟ تقول لي سيرفيس بريشر. لما هضغط عليها بالشكل ده هيقول لي الحبل بتاعك اسمه ايه اللي انت عايز تدخله؟ ووتر بريشر. ووتر بريشر. طب انت عايز تدخل الحبل ده بتاع مين؟ انا عايز ادخله بتاع الجوينت باترن اللي انا حطيتها. تمام؟ تعلم هنا على الجوينت باترن اللي انا اخترتها. اسمها ايه اللي انت اخترتها؟ ووتر بريشر. اسمها ووتر بريشر. تمام؟ المالتيباير ده بكام؟ ايه المالتيباير ده؟ ده فاكتور انت عايز تضربه في القيمه بتاعت الووتر بريشر. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا لو انا كنت حاطط الاشاره بتاعتي هنا بالموجب والبلاطات معكوسه يعني المحمر كان جوه. تمام؟ ما انا عايز ادخله الووتر بريشر يضربه لي في قيمه بالسالب عشان ادخله في اتجاهه سليم. او انا عايز احط فاكتور يضرب لي قيمه الووتر بريشر فيه. فتقول لي هنا المالتيباير بتاعك كذا. باتنين بواحد ونص بكذا. تمام كده؟ طب احنا هنخليه بواحد عشان الووتر بريشر بتاعنا احنا حاطينه في اتجاه الموجب. حاطينه في اتجاه الموجب ومش عايز اضرب فيه اي فاكتور ثانيه، مش عايز احط فاكتور اضربها في القيمه بتاعت الووتر بريشر. فهتسيبها لي بواحد زي ما هي. تمام؟ طيب هنا بيقول لك ايه؟ الفيس بتاع الووتر بريشر ده عمود على انهي فيس؟ على الفلور. على انهي فيس؟ يعني البلاطه بتاعتك دي، البلاطه اللي هنا دي، هو هيخبط في الاتجاه ده كده ولا هيخبط من هنا؟ الووتر بريشر جوه. تمام؟ هيخبط من فين؟ البلاطه اللي انت حاططها دي، مين اللي جوه؟ ميه. ده الظهر بتاع البلاطه ولا الوش بتاعها؟ يعني البوتوم ولا التوب بتاعها؟ البوتوم. يبقى انا عايز اقول له ان الووتر بريشر رايح لمين؟ رايح للبوتوم. فدي تقول لي الفيس بتاعك عباره عن مين؟ عباره عن بوتوم. تمام كده؟ وتقوم قايل له اوكي. قام راح حاطط لك سهم بالشكل ده كده. تعالى نلفي لوكال اكسس. أو شايف كده السهم اللي هنا ده؟ بص كده في سهم هنا كده اصلا تحت في سهم كده المفروض اخضر هنا بس مش هو ده تمام. السهم ده كده موجود فين؟ الاتجاه بتاعك من جوه البر. تمام؟ بص كده على الارقام دي ايه؟ شوف كاتب لك هنا ايه؟ كاتب هنا ايه؟ صفر صفر وصفر. قيمة البريشر بتاعي كده بكام؟ بزيرو. تحت خالص بكام؟ باتنين ونص. يعني في مشكلة؟ يبقى هو عرف لك إن هنا في حمل مثلث قيمته كام؟ من صفر لاتنين ونص. يعني في مشكلة؟ طب نفس اللي عملناه لحالة الووتر بريشر هنروح نعمله فين؟ سوليد. نروح نعمله للسوليد. عندك في اللوكال اكسس دي خالص. ده السهم اللي كنا قصدي عليه. تمام؟ مهندس بس هنا حمل المية من عالي لاتنين ونص.
وانا معمول من فوق خالص كده مش المفروض يبقى ينزل من تحت من فوق نص يبقى صفر صفر يعني عملناه من فوق خالص صح؟ طب هو بص 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 كده بص كده لما نقسم البلاطه احنا حاطين لحد زد بكام؟ 2.5 فهو انا عندي الفايزر عندي النقطه تحت كام؟ 2.5 فهتلاقي النص متر اللي فوق ده كله بكام؟ بزيرو لما نقسم البلاطه هنخش نشوفها شكلها عامل ازاي عشان يبقى لنا التقسيمه شكلها عامل ازاي تمام؟ فهو بدا صفر 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 لحد 2.5 بدا يبتدي يتغير المثلث كانه عمل كده بالظبط بص هو عمل كده حط هنا دي كلها بزيرو دي كلها كده بصفر لحد النص متر الاولاني ده وبدا يغير من هنا بحيث ان البريشر عندك وصل كام في النهايه؟ 2.5 وده القيمه اللي انا عايزها تحت يبقى كده واضح؟ هو فاهم ان ارتفاع الميه هو اقل من 2.5 متر دول بس بنفس الكيفيه هتبقى ايه؟ هتعلم على كل البلاطه دي بدون ما قال الصايم المره دي عايز اعرف جوينت باتر الجديده بس خاصه بمين؟ بالايرث بريشر قيم الثوابت بتاعت الكام؟ تقوم تيجي تحسبها بنفس الكيفيه كده هو بكون مدهول كده نفس الكيفيه تيجي تحسبها ازاي دي؟ قيمة الارث بريشر عندنا هنا بكام؟ لا ما فهمتش كتير عبارة عن كام دي؟ المثلث بتاع 3 دي كلها 3 متر البريشر هنا عبارة عن مين؟ عبارة عن جاما سويد في الزيت في الكي اف في الكي اف تمام؟ الكي اف كام؟ عبارة عن 1 ناقص ساين 30 على 1 زائد ساين 30 بيطلع طول بيطلع تقريبا بوينت 3 هي طول تمام؟ هي طول فتيجي تقول لي والله ان الجامعة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1.8 مضروبة في الزد بتلاتة مضروبة في الكي اف اللي هو بكام؟ طول يبقى عندي الرقم ده بكام؟ 1.8 طن على متر سكوير تمام كده؟ وقيمة البريشر تحت عبارة عن كام؟ 1.8 طن على متر نفس اللي عملناه هنا هتعمله مع الجزئية دي السول بريشر هل بيفرق معاك الاكس والواي؟ لا يبقى الاي والبي بكام؟ يبقى الاي بصفر والبي بكام؟ بصفر طب عايز تحسب الفاليو هتقول لي هات مين؟ هات الايرث بريشر بيساوي 1.8 الزد جاي بكام؟ بزيرو يعني دي هتطلع بكام؟ 1.8 تمام كده؟ بس خلي بالك من حاجه هو الايرث بريشر بتاعك اتجاهه ايه؟ موجب ولا سالب؟ سالب اتجاهه سالب صح كده؟ لما يكون داخل 1.8 يبقى ايه؟ سالب الميه بس انت بتطلع بكام؟ سالب 1.8 يعني في مشكله ان الارث بريشر عباره عن جاي من فين؟ من بره من بره لجوه واتجاه اللوكال اكسس بتاعك طالع ازاي؟ من جوه لبره تمام؟ فانت عكس الاتجاه فبتطلع بقيمه سالب تيجي تقول لي هنا السي هتبقى بكام؟ لما الارث بريشر يكون بزيرو زد تبقى 7 زد ب 3 الزد ب 3 ب 3 تقول لي دي زيرو بتساوي السي في 3 ناقص ال 1.8 يعني السي تساوي كام؟ 6.10 6.10 زي ما هي ناخدها تمام كده؟ طب فتقوم دخل لي الغير بكام؟ السي ب 6.10 والزد بكام؟ والسور البي عندنا بكام؟ 6.10 دي ستة من عشرة ودي عندنا ناقص 1.8 تمام؟ دول الزيرو نيجاتيف فاليو دول ريبليس دي ارث بريشر وهم يجي هنا ايه؟ اوكي كان في مشكلة عايز احط الارث بريشر هتقوم تعلم تعمل سيلكت كول هتقوم قايل لي اساين اريا لود سيرفيس بريشر المرة دي اسمه ايرث بريشر البطن عندنا اسمها ايرث بريشر ده بوتوم ولا توب؟ توب لا توب المره دي اسمه ايه؟ توب هتقوم قايل لي هنا اوكي
فهم حاطين الحمل بتاعنا مقبول على السلاب بالشكل ده. كان في مشكلة لو انت بصيت هنا دي ديرس بريشر دي. دي حد مش فاهم حاجة في الكلام ده؟ الكلام ده واضح؟ فضل بقى حمل التربة آخر حاجة فضلت عندنا مين؟ فضلت إن أنا أحط السبرينج اللي واقف عليها الخزان. السبرينج اللي واقف عليه الخزان. يا أستاذ إحنا بنعمل سبرينج كروز دلوقتي حاطين تحت حمل مية. مرحلة يوصل لوقت زيرو. زد زيرو. أوكي كده بقى مفيش حاجة. مش هيحط لي الاثنين. هيحط لي الاثنين. خلي بالك من حاجة برضه بساعد سؤال كويس. هنا مش أنا عندي هنا في حمل مية بالشكل ده بوزن عمود المية. عشان عندي هنا وزن عمود الميه. طب على الفلور ده الاكس والواي والزد بكام؟ صفر. صفر يبقى هو هيحط لي مين الارث مين الووتر بريشر؟ اللي هي الدي. القيمه بتاعت الدي اللي هي كام؟ هي القيمه في الاتش. يعني في مشكله؟ هو اوريدي خد حمل الميه موجود على السلاب تحت. الكلام ده واضح؟ فتيجي تقول لي هنا بعد كده انا عايز المرونه اللي تحت دي بس. ممكن تقول لي الاكس وواي والاكس واي وانزل عند الواي زد بزيرو. ايوه مفيش غيرها ماشي. واختار الاريا دي هم قالوا اساين اريا سبرينج. تمام اساين اريا سبرينج. قيمه السبرينج هنا كام الستيفنس؟ 2000 جيفن 2000 قلت دي 2000 كومبريشن تنشن ممكن نخليها ان الحته بتاعت الخزان بيبقى وارد عليها كومبريشن او وارد عليها تنشن كمان كومبريشن تنشن. المكان بتاع السبرينج عباره عند الفيس انهي؟ مكان السبرينج موجود عند انهي فيس؟ توب ولا البوتوم؟ لا بوتوم. الفلور هنا ايه؟ مور. تمام؟ هو موجود عند انهي فيس؟ على الفيس الاحمر فهو موجود فين؟ توب. توب. عندك مشكله؟ طيب. اوت بورد ولا ان بورد؟ لا هو عمودي على الفيس ده. هو جاي عمودي على الفيس ده فتقول ان هو اوت بورد. تمام كده؟ وتقوم قايل لي بعد كده ايه؟ اوكي. بقى حاطط لي هنا السبرنج الموجود. اخر خطوه بنعملها بعد كده اللي هي مين؟ نعمل مش اول حاجه اخر حاجه احنا ال 3 دي كده هو مختار المنشا كله وهو قايل له ايه ديفايد؟ تقول له اسيتيد اريا ديفايد اريا نخليها مثلا ولتاكل مثلا بوينت 2 في بوينت 2. تمام؟ ان هم قايلين اوكي. تمام كده؟ تيجي هنا كده تقول لي مثلا فايل سيف از سيف على ديسك توب نيو فولدر سمي ايفنت نبتدي بعد كده هما قايلين له ايه؟ رن. نيجي عند المودل ده نقول له دوت رن. هما قايلين له رن. ناموس ايه اللي كان الرن ده؟ نفس اللي بنطلبه من الخزان هو اللي بنطلبه منك في السلابس ممكن اعرض مثلا ام واحد واحد بشال عن طريق اي كيس فلودنج انا عايزها من دول تقول لي مثلا دي ام واحد واحد هتيجي الوتر بريشر والدي دود تقوم قايل لي اوكي بالشكل ده شكل خمس معلش سؤال المينيموم والماكسيموم اكبر قيمه ولا بتاخد كلمه ماكسيموم زي لا خد اللي مكتوب جنبها ماكسيموم ومكتوب جنبها ماكسيموم في الكونكشن بتاخد الماكسيمم والمينيمم على حسب الرقم الكبير الرقم الكبير تمام لكن في المومنت الماكسيمم والمينيمم خد اللي جنبيها ماكسيمم واللي جنبها مينيمم تمام كده كلام واضح علشان ما تعجزش في الامتحان في الماكسيمم والمينيمم في السلاب اللي جنب كلمه ماكسيمم دي الماكسيمم اللي جنب كلمه مينيمم دي المينيمم الديفليكشن خد الرقم الكبير بغض النظر عن التشارج.
تمام؟ بس انت الديفليكشن اساسا لما اجي اقول لك الماكسيموم ديفليكشن موجود على السلاب هتقوم تدخلها على الاكسل. جيب لي الماكسيموم ديفليكشن هيكون دايما اشارته بالسالب، بس تقوم كاتبها مينيموم. تيجي تعمل على الاكسل تقوم قايل المينيموم فاليو بتاعت الارقام دي بكام؟ تمام؟ يعني سواء في الكويس او في الرقم ضمن ده عايزها من الاكسل. تمام؟ الاكسل جميل جدا. ده الجزء بتاعنا، ده الجزء بتاعنا. لو انا عايز منك اللي احنا بنطلبه منك، انا بطلب منك مثلا المومنت اللي موجود قيمته كام عند مثلا الستريب اللي موجوده في النص، فبتبتدي تقول لي والله المومنت عند الستريب اللي في النص دي او عند الشيب اليمنت مثلا، ممكن اجي اقول لك مثلا عايز المومنت اللي موجود عند المش اريا مثلا اللي هي رقم مثلا 4 من هنا، او عند الليفت كورنر في رقم 4 مثلا، فتيجي تقول لي والله دي ادي 1 2 3 4 هي دي. تمام؟ هي دي الليفت كورنر، يبقى انا بتكلم على الكورنر ده، انا عايز المومنت اللي هنا كام في كام؟ كده عندك مشكله؟ بدل ما اقول لك ارسم لي الستريب بتاع الخزان، لا انا ممكن احدد لك المش اريا بتاعتك. اقول لك عايزك تحسب لي المش اريا اللي هي موجوده مثلا رقم 5، فتيجي مثلا تعد رقم 5 دي فين؟ تمام؟ واقول لك مثلا عند الليفت كورنر او عند الرايت كورنر او عند التوب كورنر. تمام؟ فتقول لي الكورنر بتاعك، لو قلت لك ليفت كورنر يبقى انا بتكلم هنا. الرايت كورنر بتكلم هنا اللي هو رايت بوتوم او رايت ليفت او ليفت بوتوم او ابر ليفت وابر بوتوم، يبقى انا بتكلم هنا. كان عندك مشكله؟ يبقى بدل ما تبدا ترسم سترينث في البلاطه، ممكن اقول لك عايز شيب اليمنت او مش اليمنت موجود. الكلام ده واضح؟ الكلام ده يمشي على المومنت، يمشي على النورمال، يمشي على الديفليكشن، يمشي على كل حاجه من الحاجات دي. حد مش فاهم حاجه في الكلام ده؟ الكلام ده واضح؟ خزان ايه؟ نعم؟ خزان ده ايه؟ هي نفس الفكره برضه، خزان ده نفس الفكره، نفس الموضوع. هترسمه ازاي؟ يعني بص لا مش بكده، انت بترسمه هنا بريبليكيت، تبتدي ترسم ممبر وتبتدي تلف كانه اريا. تمام؟ لا عشان ما تشغلش بالك بيه دلوقتي، يعني انا المكتب برسمه لك. ما تدورش زمايلك بس كفايه عليك الرول بتاع ده، عشان لو قلت لك الدايره هجيبه لك في الامتحان، فبلاش. ازاي هيكون عليك في الامتحان؟ مرسوم ولا خليها لحد الرسم؟ هو هترسمه او انت او مرسوم، انت حر. خليه مرسوم. ممكن اسالك سؤال نظري خالص عادي، يعني ابتدي لك المساله دي كده واقول لك حسبت ايه وبي وسي دول بكام؟ تمام ماشي، بس بلاش رسم. تمام؟ يعني على حسب السؤال هيكون عامل ازاي؟ حد عنده سؤال في الكلام ده؟ الكلام ده واضح زي ما انت كده قاعد، زي ما انت قاعد.